كيف تريد واشنطن أن يكون الاتفاق مع الأخذ بعين الاعتبار نفي الولايات المتحدة أن تكون بعثت برسائل إلى إيران حول العودة السريعة إلى الاتفاق النووي الإيراني؟ تحياتي للدكتور زاد. أنا لم أتكلم فقط عن عوامل خارجية، هناك عوامل داخلية. المجتمع الإيراني بحاجة إلى تحديث، إلى تطوير، ولكنه متمسك بقوميته ومتمسك برفعة دولته بشكل أساسي. هذه هي الحرية التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية والتي رأيناها في أكثر من مكان في العالم. الولايات المتحدة الأمريكية التي تكيل بمكيالين. لا أعتقد حتى أن في إيران هناك حجاب بمعنى الحجاب بضوابطه الشرعية وبمعاييره الشرعية. أنت تعرف دكتور زاد أن الحجاب في إيران يتخلل الكثير من المرونة والكثير من مثل ما بيقولوا العفوية الزايدة، ولكنه يراعي نوعا ما يقال عنه الحشمة أو الذوق العام. فليس هناك حجاب في إيران بمعنى الضوابط الشرعية كما يقال. كذلك الأمر عندما نتكلم عن إيران، إيران تضرب في أكثر من مكان. هل يجب على إيران أن تسكت؟ هل يجب على إيران أن يقتل علماؤها النوويون وأن يقتل ضباطها وأن يقتل الناس الذين يقاتلون من أجل فلسطين وأن تسكت إيران؟ إيران ترد في كل مكان، وهذا حق لها أن ترد في سوريا، أن ترد في الخليج العربي، أن ترد في اليمن، أن ترد في كل مكان مع حلفائها الذين يريدون بالدرجة الأولى إعلاء شأن فلسطين وإعلاء شأن المقاومة ضد الإمبريالية وضد الإنجلوساكسون المسيطر منذ عقود عديدة، وخاصة بعد انتشار هذه العولمة البغيضة. نحن نعيش أستاذ عبد الغفور في زمن للأسف الشديد الرأسمالية ابتلعت ما يسمى بالديمقراطية والليبرالية. هذه مجموعة القيم التي تحفنا بها الولايات المتحدة الأمريكية من كل حدب وصوب، لا تغني ولا تسمن من جوع. نرى الآن كيف وصلنا وإلى أين وصلنا في كل العالم العربي، وأين وصلنا أيضا في أوروبا التي تلحق الولايات المتحدة الأمريكية والتي نراها خالية من زعماء تاريخيين وقياديين تاريخيين للخروج لاستقلال استراتيجي. إيران بمشاوراتها الداخلية وبوعيها الكبير وبصبرها الاستراتيجي تستطيع أن تحاول السيطرة على الأوضاع، ولكن ما يهم إيران هو الحفاظ على هذه القومية وعلى رفعة الدولة التي يجب أن تستمر لتبقى حلقة في شوك كل إمبريالي وكل صهيوني والولايات المتحدة الأمريكية.